قامش لي وضع كثير مكركب، الاطفال والعالم مو زينين، مرينا على عمودة نفس كذلك هالوضع، وضع صعب كثير، والعالم يعني فايتين بعضهم، من العمودة يهربون على القامشلي، من القامشلي يهربون على الحسكة، وأهل الحسكة كلهم يجون على العمودة، يعني الوضع زفت هواية. لا في الأكل غالي هونيك، مازوت ما في، سيارات غالية. والله نتوقع إن شاء الله ما في شيء، إحنا قبل الانسحاب الأمريكي كمان كنا موجودين وكنا على الأرض وكنا نحارب داعش، يعني إلا يصير اختلاف وتأثير، بس ما هذاك التأثير اللي العالم متخوفة منه لهالدرجة هاي.